السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ جاي النهاردة اعمل معاكم خلطة القرنبيط. خلطة القرنبيط انا عاملة القرنبيط في فيديو قبل كده، بس هعمله بطريقة تانية. خلطة القرنبيط عندي الخضرة بتاعته بقدونس وشبت بس، ومعلقة نشا ومرقاية ودقيق على حسب بتحبوا السمك تخين ولا رفيع يعني ولا خفيف. جايبة كوباية دقيق وهزود مع الخلط لو حبيت ازود يعني، وحط عليها معلقه بيكنج باودر، وهنا 6 بيضات، وعلى حسب برضو ما تحبوا الزياده زودوا، بس اللبن بيغني مع البيض اللي هي لو انت عندك كميه بيض قليله. انا حاطه 6 بيضات وكوبايه لبن، ممكن تبدلوا اللبن الحليب باللبن البودره. والتوابل انا حطاها على البيض فلفل اسود وكمون بس وملح، ما بحطش اكتر من كده، فلفل اسود وكمون وملح. المواد الجافه دي هحطها على بعضها اهي، وهاجي عند المواد السايله دي اللي هو اللبن والبيض، هضربهم في الخلاط واحده واحده، هقول لكم هعمل ايه. ضربت الحاجه كلها اللي هي اللبن والبيض والتوابل، الحاجات السايله كلها ضربتها في الخلاط اهو. ودلوقتي هاجي بالبقدونس والخضره وهنزل بيها في الخلاط وهضربها وهاجي لكم. وهو ضربت المكونات كلها اهي، وضربت الخضره كلها اهي. هنزل بقى بالدقيق معلقه معلقه مع المرقه مع النشا مع البيكنج باودر اهو، معلقه معلقه كده، معلقتين، 3 4 5 6 7 8 9، هحط 10 معالق، وبعد كده هضرب وهقول احتاجت قد ايه وهقول لكم. وهو انا ضربت المقادير كلها اهي، ودقيق زودت حوالي 5 معالق تاني غير النشا علشان خاطر تبقى الخلطة معايا متماسكة، وعايزاها ايه سمكها تقيل شوية، فانتوا على حسب مزاجكم يعني. وفي دقيق بيختلف عن دقيق اهي، هصبها قدامكم اهي. بصوا انا عايزه السمك بتاعها كده كويس قوي. وممكن بعمل الخلطه دي يا جماعه وبشيلها في الفريزر، بفرزها في الفريزر، بحطها في الفريزر واسيبها موجوده، وقت ما اعوز بجيب يا دوبك القرنبيط واقوم سلقاه على النار، وهي بطلعها تفك من الفريزر واقوم قالية على طول في الزيت، وهوريكم واحده واحده. والقرنبيط اهي على بال ما حضرت الخضره بتاعتها والمقادير بتاعتها، عملت كنت سلقاها اهي، جبتها قدامكم. على فكره انا نسيت اقول لكم بس ان انا حطيت معلقه ثوم وانا بضرب المكونات دي، انا اسفه. ودلوقتي هقليها معاكم على البوتاجاز وهتشوفوها. وهو دلوقتي انا قطعت القرنبيط اهو، الزهره بتاعت القرنبيط هبلها في قلب ال، وحط الزيت يسخن على النار، اهم حاجه تحطوا زيت يسخن على النار علشان ايه، وتوطوا النار عليه علشان خاطر يستوي القرنبيط كويس. سيبها بس ايه صفى شويه، وهنزل بيها في الزيت. هبدا معاكم واحده تانية، وهنزل بالكميه دي وهوريكم هيوصل لحد درجه ايه في القليه، وبعد كده هبقى اقدمه. وهو هقلب معاكم القرنبيط كده كويس قوي اهو، بصوا توصلوا لي الدرجه دي هيبقى حلو قوي. هو كده استوى معايا من جنب وهيستوي من الجنب التاني وهقدمه لكم. على فكره يا جماعه انا بقدم كل حاجه بسيطه منتهى البساطة يعني، الحاجات اللي انا قدمتها دي ما فيهاش اي زيادة ولا اي تكلفة، حاجات بسيطة. وممكن تستغنوا عن اللبن، ممكن تستغنوا عن النشا، الحاجات دي عادي جدا. اهم حاجة في القرنبيط الخضرة والبيض، وبعد كده هوريه لكم مع التقديم في طبق التقديم ان شاء الله. القرنبيط خلص معايا، هطلعه في الطبق اهو، بصوا عامل ازاي، هطلعه في الطبق وهقدمه دلوقتي قدامكم. وهو القرنبيط جاهز معايا، وهو يعني اتقلى ما خدش على النار حوالي 7 دقايق، وش وضهر،
اهو ومستوي طبعا من جوه جميل، لانك بتبقي سلقاه قبل كده. وطريقته سهله قوي. في ناس يا جماعه بقول لكم بيتحبوا بالصلصه، طبعا بالصلصه مش هتسلقيه خالص، هتقطعيه وتغسليه تشطفيه وبعد كده تعملي صلصته. انا قلت اقول لكم عليها بالمره، عشان احنا بس مش بناكله بالصلصه. هتقومي جايبه كيلو طماطم وتقومي ضاربه في الخلاط، وتقومي جايبه بصلايه حلوه كده وسط، وتقومي عامله تقليه بتاعته في معلقتين زيت كده. لو بتحبي الزيت كتير فيه ممكن تحطي نص كوبايه، وتقومي حاطه البصله فيه وتخدعي لها، تفضلي تقلبي فيها لحد ما تصفر شويه. بعد كده تقومي طشها بالطماطم، وتحطي طبعا التوابل بتاعته اللي هي الثوم في وسط التسبيكه، وتحطي التوابل اللي هي انا ما بحطش برضك الا فيه الكمون والفلفل الاسود. هتحطي فلفل اسود، كمون، مرقايه، وبعد كده تسيبيه يغلي غلوه بس بسيطه، يعني الصلصه تغلي غلوه واحده بس، تقومي نازله بالقرنبيط على الصلصه، بعد كده تقومي مغطيه عليه. هياخد وقت قليل، هتبصي يعني عليه وتشوفي العرش بتاعه اللي هو الاخضر اللي هو بعيد عن الزهره، تجس العرشه بشوكه وتشوفيها، هتلاقيها استوت معاكي كده خلاص، نضج واستوى، وتقدموه بالهنا والشفا. ويا رب يكون الفيديو اللي انا عملته ده خفيف عليكم وما بضايقكوش ولا حاجه من تطويل الفيديو، ويا ريت لايك وشير وتشتركوا في القناه عشان وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.